السلام عليكم يا قوم. كنت في طريقي واشتد علي العطش. هذا ثوبان ابن إبراهيم الزاهد ذنون المصري. هذا رجل صوفي من الزهاد هايم في حب الله. يا غلام ازق الشيخ. بسرعة وحياة خدير حلوي غور. معك والله يا ثابت، ما تخاف الشياطين إلا من الملائكة. سهرتنا والله وحلوت قعدتنا، وما حنضحك الليله الا على كبير الزهاد. دق الطبل. أنا لكم دينكم ولي دين. لكن أنا الحب ديني والكأس مذهبي. كلنا عليم بكأسه وكلنا يصمو إلى شرابه، وما أروعه من كأس يا صبية، كأس كان مزاجها كافورا. كافورا. افتكرناك تكون عربي ولا لبيز. هو الكافور بيذكر يا سيدنا الشيخ؟ قلت الحق يا سام. انا اريد كاس الشفايف. لو دقت الحب يا ثوبان، لو سكرت بقبلة الحب من شفايف الحب. عرفت الحب يا ثوبان؟ الحب يا صبية. صبية؟ اسمي رابعة، نسيت؟ وكيف أنسى يا رابعة، يا من تسخرين من الحب ولا تعرفين سره الخالد. أحب يا رابعة، املئي قلبك بحب الله، تتفتح لك مغالق الغيب وتتذوقين لذة الفناء في الهوى الروحي. الحب هو التضحية، هو الفناء، هو التطهر، هو الصفاء الذي تنسين فيه عوالم الناس. لكن ايش يكون هذا الحب اللي من غير قبلة ولا حتى ضمة حبيب؟ يا لجلالها قبلة الخشوع والاعتراف بالحمد لصاحب النعم، حين نعفر وجوهنا في التراب، نقبل صنع يديه ونسأله التوبة علينا نحن الكافرين بالنعمة. وضمت الحبيب يا ثوبان، ما أحسست بها؟ أحسست حرارتها يا رابعة، فأذابتني وأنا متجه إليه بمجامع القلب والروح وهو صاحبها. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حيرتني والله، عندك لكل سؤال جواب. لكن إيش تكون منى الحياة عندك؟ زهد واعتكاف وحرمان من متعة الدنيا؟ قد تكون حياة الزهد أمتع من حياة اللهو، ومتعة الزاهد لا حرمان فيها إلا من الغث، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو،
وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ أكرمني الله بك اليوم يا رابعة، ولأن يهدي الله لي قلبك إلى التوبة خير عندي من الدنيا وما فيها. الحمد لله. يا معشر الشباب، هذه الأجساد للتراب، فادخروا في قلوبكم محبة الله ذخيرة ليوم الحساب. المحبون هم الواصلون، تتباهى بهم الملائكة في الملأ الأعلى. ألا إن حب الله عز وأمل، وحب غير الله خزي وخجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.